أزنت لنا أحمد. ممتاز. الوقفة حلوة. ادخل نقطة النص وقف. شفت الأثاث أثاث لي قبل شوي؟ وقف. وقف. تعال كذا خير كيف؟ كأنك باختصار خذ سكر سكر صقر. سكر سكر ما كيف صقر. يلا خل نزود. هات قطعتها للكراشيب. هات قطعتها لها. قطعتها. ودر يمين. يمين زيادة. لا يمين. إذا بغيت تحكي كيف؟ بس هذا قدام مرة ثانية وثانية. هو الموضوع منرفز بس انا قاعد اوضح لك اي درجه بتتحكم فيها. روح درج وقف احرك شيء حبتين قدام. ايوه وقف لا وقف 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 يمين بس شوف كذا قطعته وين؟ حافر الايسر طق طبعا انا داري في حوسه في بربسه بس انا قصدي في البربسه ذيك من اول يمشي ما يبربس بس خذ منك كل شيء خذ السرعه وخذ كل شيء انت تقول بربس عشان ابوك يتحكم في شيء اخر.